أمير سعود، نشوف لوكاس صالح كمان على أرض الملعب، هايك ما بينجح، ريباوند لصالح ديوب، ديوب بسجل، دفاعه ممتاز ديوب بليز. أمير سعود تمريرة بتوصل لديوب تحت السلة، بسجل بسجل بتمريرة بيروت، فاست بريك 3 على 2، ديوب روحوا على السلة أول ذا واي، وهو يلي بسجل مع الخطأ نقطة ال 15 ورمية حرة إضافية. يعني تعرفوا البازل يلي بيكون ناقصها قطعه، هيدي المعادله دائما ذكرها بتاريخ بطوله دبي كره السله، كانت ناقصها القطعه ركبوها لقوها وركبوها. ديوب بسجل كمان الفري ثرو، 16 نقطه لريم ببطوله لبنان، 16 مره ربح رياض، 13 مره ربح بيروت. ديوب بريس بياخذ تسديده، ثلاثيه بسجل ديوب، بسجل ديوب نقطه، بيطلع بالطابه بترافيك وائل بحافظ على الطابه بمرر لديوب بريس. اي لاف ذيس جيم، محاوله كمان ثلاثيه عم